الأهلي يواجه نجوم العالم. في مجلتنا منذ 40 عاما وتحديدا في عددها رقم 324 والصادر يوم الأربعاء 22 من جماد الثاني لعام 1400 هجرية، السابع من مايو لعام 1980 ميلادية، تصدر الغلاف عنوان الأهلي وكوزموس بالقاهرة في أكتوبر، حيث أشارت الصحيفة لموافقة النادي الأهلي على عرض تقدم به نادي كوزموس الأمريكي للعب معه بالقاهرة ضمن مهرجان أكتوبر احتفالا بالنصر والسلام. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق كوزموس يضم لفيفا من أشهر نجوم الكرة في العالم، أبرزهم الإمبراطور فرانز بيكنباور كابتن ألمانيا وبايرن ميونخ وكارلوس ألبرتو كابتن البرازيل ونيسكنز الهولندي. وفي الصفحة الثالثة تناولت الصحيفة متابعة للصورة داخل نادي الزمالك بعد نجاح النادي الأهلي في الحصول على توقيع رمضان السيد، وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك كان يعد رمضان السيد ليكون خليفة لحسن شحاتة بعد اعتزاله. وفي مقالته الشهيرة لحظة صدق وتحت عنوان الكرة المصرية وأزمة الليمون، تطرق الكاتب الصحفي الكبير عزة السعدني لأزمة ماهر همام نجم منتخب مصر والأهلي، حيث تم منعه وقتها من دخول امتحانات كلية التربية لأن نسبة غيابه تخطت النسبة المقررة، رغم أنه كان وقتها داخل معسكر المنتخب الوطني. وأضاف السعدني أن الأزمة لا تخص النادي الأهلي فقط، بل تهم كل الأندية واللاعبين، بل وكل بيت مصري يضم بين جدرانه لاعب كرة قدم. وذكر الكاتب الكبير في مقالته كلمة الفريق مرتجي رئيس النادي الصريحة والواضحة بأن مستقبل اللاعب أهم بكثير عند النادي الأهلي من الاحتفاظ بالبطولة، وهو شعار الأهلي دائما ولن يتغير. وفي الصفحة السابعة كتب ناصف سليم في الأسبوع الرياضي عن أن هناك اتجاها لدى مصلحة الضرائب لتحصيل جزء من إيرادات لاعبي كرة القدم للدولة تحت عنوان الضرائب تعد كمينا للاعبي كرة القدم. كما سلطت المجلة في صفحتين كاملتين الضوء على انتصارات فريق الآنسات لكرة اليد تحت عنوان بنات الأهلي يسرقن كل الأضواء. كما رصدت الصحيفة هدف حسام البدري في الدقيقة الأخيرة من لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري. كما تطرقت أيضا للحديث عن الظلم الذي تعرض له الفريق من الحكم المقرر عليه هذا الموسم عبد الرؤوف المرشدي، وأيضا حرمانه لأشبال الأهلي من ضربتي جزاء في اللقاء، إلا أن النصر كان حليفا للمارد الأحمر. هو بس ايه ملاحظه سريعه قبل ما اقول لك الطلب اللي عايز اطلبه منك. الاستاذ ناصر سليم كان بيكتب في مجله الاهلي، يعني شوف الرحابه. ان احنا كان واحد من اكبر الزمالكاويه يعني اللي في مصر، ورغم هذا كان بيستكتب في مجله الاهلي. لكن انا عايز اطلب منك طلب يا استاذ ابراهيم. انا لاحظت وناس كتير بتقابلني الفقرة بتاعت مجلتنا من 40 عام بتجد صدى وقبول جامد جدا عند جمهور الأهلي. مفيش طريقة ان احنا نوفرها لهم، في ناس كتير عايزة تبتدي تأرشف وتحفظ الأعداد القديمة دي عندها. ده كلام مهم جدا، لأنه فيه في إدارة المجلة تبحث مشروع يخلي جمهور الأهلي عنده كل أسبوع نسخة من هذه الأعداد التاريخية لربط الحاضر بالماضي، ففي مفاجآت كبيرة جدا. أرجو خدها بجدية بإذن الله. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.